الأستاذ محمد متولي، محامي رياضي دولي، عايش في أمريكا يعني، في الولايات المتحدة. محمد بيه، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك يا كابتن ميدو؟ اهلا بيك يا فندم، وبشرفني وجودك معايا في برنامج الريمونتادا. ما اعرفش حضرتك كنت سامعني ولا لا؟ شرف ليا يا كابتن ميدو. سامعك طبعا. كنت سامعني قبليها وانا بتكلم؟ كنت سامعك قبليها وانت بتتكلم. رايك كيف الكلام اللي انا بقوله؟ لسه يعني من 5 دقايق كده، ما كنتش سامع من اول الحلقه. طب رايك كيف الكلام اللي انا بقوله؟ والله يا كابتن ميدو، اي قاعده عامه في القانون بيبقى ليها استثناء. فاحنا لو لاحظنا في المادتين اللي هي 41 و28، هتلاقي انه لا يحق للشخص انه يترشح لعضويه مجلس الاداره اذا كان هناك في جريمه مخله للشرف ما لم يرد اليه اعتباره. فاحنا لما نيجي نتكلم على ما لم يرد اليه اعتباره، يبقى ده كده الاستثناء من القاعده العامه. اذا تمكن الشخص من انه يرد اعتباره برضه بحكم المحكمه، يقدر عادي انه يترشح للرئاسه مره ثانيه او للعضويه مره ثانيه. يعني في اي محكمه راجل يرفع قضيه ان هو برد اعتباره، يقدر ان هو يترشح عادي في الانتخابات اللي جايه، صح؟ بالظبط كده، ده الاستثناء من القاعده العامه. شكرا يا استاذ محمد، بشكرك. عشان تعرفوا بس ان انا ايه، مش بتعلمون.